منضل بأجواء الفن مع بيلوفاس، معرض للفوتوغرافر ساندرا فياض، منشوفه بهالريبورت. المعرض اسمه بيلوفاس، معرض تصوير، ونحن عملت المعرض بجاليري إكزاد. والفكرة جتني من أنا متطوعة مع المنظمة شبيبات فرسان مالطا، وأنا بشتغل مع ذوي احتياجات خاصة. نحن بنعمل كامب بشبروح كل سنة بالصيفية بالكريسماس وكمان بباك. نعمل كام مع ذوي احتياجات خاصة. كل الكونسيبت تبع الكام انه ناخذ ذوي احتياجات خاصة من مستشفى خاصة ونهتم فيهم كل نهار. كمان بنروح على لورد كل سنة بنعمل حاج بلورد مع ذوي احتياجات خاصة، بس أكثر هانديكاب فيزيك بيكون مش مونتال، وهول أشخاص هن بيطلبوا يروحوا على لورد مش قادرين، وسو نحن بنساعدهم، وفي كوميتي بنقي مين رح يروح، وبنكون كل أربعة عم بيهتم بشخص واحد، سو أقل شغل من شبروح إذا بدك. من أنا وبالفرسان مالطا عم بكتشف إنه العالم إذا بدك عندهم أنديكاب قدام الأنديكابي، يعني ما بيعرفوا كيف يتصرفوا معهم، ما بيعرفوا كيف يحكون. سو أنا لاحظت هيدا الشيء، وكتير إذا بدك خلقت فريستراسيون فيي. بقى الفكرة اللي ببيلوفاس هي إنه أخذت 26 بورتخي ظهر و 26 بورتخي فاس. سو شلت العالم من كرسيتهم وحطيتهم على كرسي خشب، حطيت كل العالم على ذات الكرسي. والفكره انه اذا انا عم شيل هيدا الشخص من الكرسي ويلتشير رح تغير تصرفيتك معه او رح تضلك ذات الشيء. حطيت كاميرات تا يلاحظوا انه هن كانوا عم بيكونوا مصورين، يعني عم نصورهم تا يسالوا حالهم انه انا كيف شو كانت الرياكسيون اللي عملتها قدام الصوره، وليش انا عملت هيدي الرياكسيون، انه ليش مثلا اذا شفت انا حدا انه استغربت انه منه انه ذوي احتياجات خاصه بركي انا نقزت، ليش انا نقزت انه ليش او خفت او انه بقى هيدي هي انه ايه تلبكت. بقى انا كنت بدي العالم يسالوا حالهم هذا السؤال. هون صرنا برابع مرحلة. مزبوط، بالرابع مرحلة أنا عم بعزم كل العالم اللي جايين على الإكسبوزيسيون يتصوروا كمان ظهر ووجه تيقولوا إنه أنا مثلك مثلي، يعني أنا I am part of all the project، I am part of all the human beings، يعني نحن كلنا ذات الشيء. إنه في اللواء بالأرشيتكتور بتقول إنه لازم نحط خام، بس إنه في كتير عالم ما بي يعني ما عم يتقبوها. ايه سو فينا نبلش بهيدا الشيء مثلا، يعني هيدا بروجي وورلد وايد، يعني فيك تحكي عن هيدا البروجي وين ما بدك بكل العالم. سو اكيد ما رح وقف هون. يعني بريك قصير ومنكمل من بعده حلقتنا لليوم.